تول، الجريدينت تول موجوده مع البين باكت تول، عشان نجيبها هندوس شيفت وجي، هتغير لنا للجريدينت تول. الجريدينت تول بيشتغل كالاتي، بمجرد ما باخد الجريدينت تول بتاعتي بتبان في شكل النقط دي اللي باينه قدامك، ومجرد ما بسحب بيها كده بتديني كلر في شكل جريدينت. الكلر اللي انا مختاره ده ما هواش واضح قدامك هو ايه او جاي منين. هقول لك هو جاي منين، هو جاي من حاجه اسمها بريست. البريست دي عباره عن وصفات الوان موجوده بالشكل اللي قدامك ده. عشان نعرف هما ايه، الاول هنعمل ريسيت الاول، اوكي. دول الرئيسيين اللي انت هتلاقيهم موجودين عندك لما مجرد ما هتفتح فوتوشوب. اول اتنين منهم تمام بيشتغلوا على الباك جراوند والفور جراوند كلر بتاعنا، تمام. لو اخترت واحده منهم ومجرد ما هسحب اللون بتاعي كده هتديني باك جراوند وفور جراوند. طب لو عايز اقلبها في عندي زرار فوق مكتوب عليه ريفرس، لو عملت ريفرس وسحبت نفس الاتجاه اللي انا عملته هلاقي ان اللي حصل هيحصل بالعكس، اوكي. هرجع للهيستوري بتاعي تاني، ارجع للحاله بتاعتي تاني واوريك حاجه تاني. في واحد برضو منهم البريسيتس الموجوده دي اللي هو ده سبيكتروم اسمه، لو اخترنا سبيكتروم هيدينا الوان شبه ريمبو كده شويه، شبه قوس قزح شويه. لو عملت سيلكشن كده وجيت بالتول بتاعتي اللي هي الجريدينت تول وجيت جوه السيلكشن عملت كده، اوكي هيديني ريمبو. طيب انا هعمل كنترول وزد، هرجع في اللي انا كنت بعمله وهغير المود بتاع التول، تمام. ومجرد ما هكليك على كلمه لينير وهعمل دراجنج تاني للرينبو بتاعي هلاقي ان الرينبو شكله اتغير. طيب ايه اللي حصل لما انا غيرت المود؟ المود بتاع كل واحد من دول بيعمل فيلينج بشكل مختلف. يعني لو رحت اللي بعد الاولاني اللي هو لينير، اللي بعديه اللي هو ريديال، ريديال لو عملت بيه كده اوكي حط لي الالوان جوه دايره وابتدى يزود الجريدينت بعدها. طيب انا هعمل كنترول الاول، انا هرجع للحلقه الزيرو بتاعته تمام، وهعمل هسحب تاني في شكل جريدينت في شكل ريديال، اوكي. الريديال عمل ايه؟ اخد كل الالوان بتاعته حطها في شكل دوائر تمام، وكان عمل لي الفيل باخر لون. طب لو انا سحبت الريديال بتاعي كده شوف ايه اللي هيحصل. هو افترض ان ده سنتر بتاع الدايره وهيكمل كله بره، او هيفترض ان كله بره، وهيبتدي يسحب لي الالوان بتاعته بدرجاتها في شكل دائري، بدايه السنتر من ساعه ما سحبت ونهايته عند النهايه. طب لو طلعت بره كمان لحد هنا وسبته برضه هيعمل لي الجريديشن لحد ما سحبت بايدي. طيب تعالوا نشوف المود الثاني اللي بعده اسمه انجل. انجل انا عشان اوريه لك انا هسحب من فوق لحد تحت وهسيب هنا تمام، انا بسحب بانجل. طب لو انا نفس الحركه اللي انا عملتها من هنا لهنا نشوف ايه اللي هيحصل، اوكي. افكتات كتيره بتحصل وحاجات غريبه بتحصل والوان غريبه بتحصل بمجرد ما بغير المود. طيب انا غيرت المود دلوقتي للي هو ريفليكتد، اوكي. كل مره هتغير فيها المود هتفاجئ بافكت تاني شكله مختلف، تمام. طيب انا هرجع للزيرو برضو تاني
وهغير حاجة، هغير الكواليتي بتاعة الجريدينت، هقللها شوية لحد مثلا 50 39. اوكي كويس. فوق الفايل بتاعي انا هبتدي، انا دلوقتي في الريديال مود، انا هخليه لينير مود تمام، وهعمل ستروك واحدة. بصوا الالوان حصل لها ايه، هي ما اختفتش زي المرة اللي فاتت، او ما جرالهاش حاجة، ما جرالهاش تغيير جامد جدا زي المرة اللي فاتت، لكن حصل لها تغيير تاني، ان كل درجة لون اتحطت فوق درجة لون تانية، لان احنا دلوقتي شغالين ترانسبيرنت نسبته 39%. يعني انا بضيف اللون الجديد على اللون القديم فيزود نسبة التشبع بتاعه. انا هغير، انا هرجع برضو تاني للزيرو تاني، وهغير المود بتاعي للباك جراوند تو فور جراوند، وهدوس دي عشان اريسيت الديفولت، وانا دلوقتي شغال بنسبة 39% تمام، وهبتدي اعمل لاين تاني. اوكي كده انا غيرت المود لحاجة شبه الابيض واسود شوية، او اضافت عليه لير ابيض واسود شوية. اوكي برضو هرجع للحالة زيرو بتاعتي تاني. اوكي واحد راج لاين تاني. اوكي الجريدينت تول هتعمل معاك حاجات جميلة جدا وافكتات جميلة جدا، وعشان كده هم حاطين ليها مودز كتير تمام. ويعني في حاجات كتير قوي هتتغير، هتتغير معاك وانت بتشتغل بيها. وهم كمان ادوبي عامله لها حاجه اسمها جريدينت اديتور. الجريدينت اديتور ده بمجرد ما نكليك هنا هيطلعه لنا. الجريدينت اديتور ده بيتحكم في كل حاجه في الجريدينت تمام. والجريدينت بجد ما جاش استخدامه، لان لسه هنستخدمه مرات كتير مع حاجات كتير تانية. دلوقتي انا بعرفك عليه بس، و هرجع للحالة الزيرو بتاعته تاني، وبقول لك يلا روح جرب المودز دي وجرب الجريدينت تول. في حاجة تانية كنت عايز اقول لك عليها قبل ما نقفل. الجريدينت تول وانت شغال بيه بيشتغل زي الباكت، لو دوست على الت بياخد الباك جراوند كولر على الفور جراوند كولر، ولو دوست اكس هياخد الفور جراوند كولر بتاعك. اوكي فتقدر تعمل بيه اي حاجة وانت عايزها من الملف على طول. اوكي اشوفك الدرس الجاي مع طول تاني.